نبي من الأنبياء، فليس غريبا أن يستهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس غريبا أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس غريبا أن يؤذى المؤمنون والصالحون في كل زمان ومكان أحياء وأمواتا. إن الذين آمنوا كانوا من الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. هذه سنة كونية حدثت مع جميع الأنبياء. ها هو نوح عليه السلام، ها هو نوح يصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا به، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، إن نراك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، إن نظنك يا موسى إلا مسحورا. وهؤلاء قد نجوا من القتل، كانت ردة فعل أقوامهم أن يسبوا ويتهموا بالكذب وبأساطير الأولين. فلماذا يستغرب المسلمون في بقاع الأرض، في مشارق الأرض ومغاربها، أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يستهزأ به؟ وقد استهزئ بجميع الرسل والأنبياء. هذا ربنا تبارك وتعالى يعلمنا ويعلمنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم وهو يسليه بعد أن كالت له قريش بكل مكاييل السوء، بعد أن ألقوا على ظهره أو بين كتفيه سنى البعير، بطنه وأوساخه ودماءه وقاذوراته، بعد أن طردوه ونفوه إلى شعب أبي طالب 3 سنين ونصف يأكل ويأكل أصحابه معه ورق الشجر حتى إن أحدهم لا يضع كما يضع البعير، بعد أن كسروا رباعيته وشجوا وجهه، بعد أن قتلوا أصحابه كسمية وياسر، بعد أن جلدوا بلالا، بعد أن حرقوا صهيب وخباب، وبعد أن فعلوا وفعلوا وفعلوا، يسليه ربه سبحانه وتعالى فيقول له: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. هذا أمر يا محمد لم يحدث لك وحدك، لما قالوا لك أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، لم يكن هذا الأمر لك وحدك، بل كان لجميع الأنبياء والمرسلين من قبلك. لست بدعا من الرسل يا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، فلا يحزنك، لا تحزن يا محمد، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات،
إن الله عليم بما يصنعون. إياك لا تتحسر ولا تحزن ولا تفعل شيئا إلا أن تدعو إلى الله تبارك وتعالى وأن تعلم الناس التوحيد وأن تعلمهم حقوق ربهم. أما أنت يا محمد فإن فعلت ذلك وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح البخاري ومسلم سمته زينب بنت الحارث اليهودية وضعت له السم في ذراع الشاة وأكل النبي صلى الله عليه وسلم منه ثم قال له الذراع إن فيه سما فلفظه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموه زينب فلم يقتلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح في الصحاح وقد سمته ووضعت له السم يسلي ويقول له إن الذي ينتصر لك هو الله تبارك وتعالى إن الذي انتصر لجميع الأنبياء من قبلك سينتصر لك يا محمد ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون إن جند الله إن الموحدين الذين يعرفون حقوق ربهم هم المنصورون هم الذين سينصرهم الله تبارك وتعالى انظروا في جميع الرسل والأنبياء والأمم الذين خلوا من قبلنا وانظروا كيف بيدت هذه الأمم والله لم تبد والله لم يبدها الله تبارك وتعالى إلا بعذاب من عنده من فوق بعذاب من عنده فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يؤمنون وكأي من قرية عتت عن أمر ربها فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا الأمر بيد الله عز وجل هو الذي يا محمد يعاقبهم هو الذي يا محمد صلى الله عليه وسلم يدمرهم ويزلزلهم ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا فأعطيتهم وأغدقت عليهم من المال استدراجا ومن القوة والعدة والسلاح أعطيتهم فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال
وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد أيها الأحبة، إن من أخطر الأمراض التي تحدق بالأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها عواطفها، تلك العواطف البحتة، تلك العواطف التي تخلت عن العقل أولا، تلك العواطف التي تخلت عن الشرع ثانيا. نتشدق ليل نهار بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. نتشدق ليل نهار، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نتحدث طوال اليوم بآيات وآيات، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نتشدق كثيرا ونقرأ ونحن كما قال صلى الله عليه وسلم: ويل لأقماع القوم، الذي يدخل الكلام فيه منها هنا ويخرج منها هنا كأنه القمع الذي يصب فيه من إناء لإناء، مخروق لا يمسك شيئا. ويل لأقماع القول، أين نحن من كتاب الله ومن كل ما ورد في كتاب الله من آيات وأحاديث حتى تخرج هذه الأمة في مظاهرات وفي اعتصامات واحتجاجات وإضرابات عن الطعام وتحطيم وتكسير وهدم للمحلات ومصالح الناس وأموالهم باسم الانتصار لرسول الله. إلا رسول الله. هل فهم من أطلق هذه العبارة معنى إلا رسول الله؟ هل علم أن الاستثناء معيار العموم في اللغة العربية، وأنه إذا قلنا إلا رسول الله فمعنى ذلك لا يهمنا الله، لا يهمنا باقي الرسل، إلا رسول الله وفقط؟ ما هذا؟ أتريد أن تنتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم يشرعه رسول الله، أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ أتنتصر له بشرع لم يشرعه هو؟ وتنتصر له لكنك لا تنتصر لله الذي يسب في بلاد المسلمين وكلنا يعلم ليل نهار، يسب دين الله ويسب ربنا في بلاد المسلمين ليل نهار. وإن من البلدان بلدانا مشهورة معروفة بسب الله ليل نهار، وفي البلدان الأخرى كذلك، ولا ينتصر أحد. يسب عيسى بن مريم وتصنع له الأفلام الفاضحة على أنه شاذ جنسيا، وأنه زنى بكذا، وأنه فعل بكذا، وأن أمه زانية، ولا يقوم أحد ما ينتصر لعيسى عليه السلام. لماذا؟ هل هو نبي درجته ثانية؟ سبحان الله، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته ورسله، نفرق بين رسله. هذه الآية: لا نفرق بين أحد من رسله، ملغية عندنا. نغضب لرسول الله لكننا لا نغضب لله، نغضب لمحمد صلى الله عليه وسلم لكننا لا نغضب لعيسى وموسى وداود وإبراهيم وغيرهم. وها نحن نرى من فتح منكم إنجيلا أو كتابا مما يسمى بالكتاب المقدس ورأى أن أنبياء الله يزنون، يطبع ويباع في كل سوق ومصطبة ولا أحد يغضب. ألا يغضب ليعقوب الذي جمع ابنتيه؟
كما ورد في كتبه المقدسة لا يقبض له أليس نبيا لا يفرق بين أحد من رسله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح البخاري أو لا أدري في أي صحيح من الصحاح إذا سب رسول الله فقوموا محتجين واحرقوا السفارات واحرقوا الأعلام واعتصموا وأضربوا عن الطعام. رواه مسلم. ورد هذا فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مظاهرة من دار الندوة إلى أدري إلى أين في قريش احتجاجا على ما فعلته قريش؟ أبدا أبدا، إنما نزل عليه شيء آخر. وهذا هو كتاب الله الذي نحن صم عمي بكم عن سماعه ورؤيته وقراءته. ماذا يقول؟ يعطيك الحل، لا يتركك هكذا، لا يتركك هكذا أبدا. فما الحل؟ حل بسيط وموجود. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. فماذا تفعلون؟ قوموا وقطعوا رؤوسهم. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا قاعدة، قد مات في تلك الأحداث مئات من المسلمين في تشاد وفي ليبيا وفي سوريا وفي لبنان وفي الباكستان، مئات قتلوا من أجل إلا رسول الله. لئن تهدم الكعبة حجرا حجرا، أقدس بيت على وجه الأرض بيت الله، لئن تهدم الكعبة حجرا 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 حجرا، أهون عند الله من هدر دم امرئ مسلم، رجل واحد، امرأة واحدة، طفل. أن تهدم الكعبة أهون عند الله من هدر دم هذا المسلم. وقد هدرت مئات الدماء، وماذا استفاد المسلمون؟ أقول لكم ماذا استفادوا. حركتهم عواطفهم وحركهم من حركهم حتى يفعلوا ذلك، ثم تؤخذ وثيقة رسمية موقعة من جميع الدول الإسلامية بمنع الكلام عن الأديان. والله قد يأتي علينا زمان لا نستطيع أن نقرأ فيه قول الله عز وجل غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لأن هذا من الاضطهاد والسب في الأديان. وقد وقعناها بأيدينا، وسأرى الرجل الذي يفتح فمه. قلنا لهم اسكتوا، دعوا العاصفة تمر. كم قرأوا هذه الجريدة وكم رأوا هذه الصور؟ وهل هو رسول الله الذي في الصورة؟ هل هو؟ كم نقرأ نحن وراء الأحداث الخطيرة ثم نعمل الجريدة هكذا ونلقيها في أقرب مزبلة وينسى الأمر؟ من 3000 شخص إلى دولة كاملة، إلى قارة كاملة، إلى أن وصل الخبر وتجرأ الذي لم يتجرأ على رسول الله حتى من المسلمين ورسمه، وها هم يعدون فيلما عن الرسول في أمريكا على أنه شاذ جنسيا. وامنعوه يا مسلمين، امنعوه، هذا من إشاعة الفاحشة. أحيانا يضطر الإنسان أن يطأطئ رأسه حتى تمر الريح، إنه من الحكمة. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. مرضنا أننا لا نحتكم إلى الكتاب والسنة، ولا ننظر في قرآننا، لا ننظر في كتاب الله، ولا ننظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها هم القرشيون فعلوا ذلك برسول الله، وكانوا يسمونه مذمما، يعني قبيحا، عكس محمد. قال أرأيتم كيف يصرف الله عني ذم قريش وسبهم أو لعنهم؟ يذمون محمد مذمما ويسبون مذمما، وأنا محمد، أنا لست مذمما، أنا محمد. يصرف الله سبهم، هذا هو رسول الله؟ حاشا أن يكون ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. العقل أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، ما قال اضربوا رؤوسهم، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. لا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فإن خاضوا في حديث غيره فاقعد معهم. هذا كلام الله، هذا القرآن بين أيدينا. لكن كما قال الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في شكوى رسولنا، إن يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا مهجورا. وآخر كلامي حتى ننهي الخطبة، لأن الوقت قد أزف.
أنه لا عز لهذه الأمة ولا فلاح ولا صلاح ولا انتصار ولا عودة إلى ما كان عليه سلف هذه الأمة إلا بالعودة إلى منهاج السلف، إلى منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهاج أصحابه. إنه لا ينصلح حال آخر هذه الأمة إلا بمن صلح به حال أولها، حال أولها. إلا إذا عادت هذه الأمة وهذه الجموع التي تزور، لا أقول التي تزور المساجد، فالأصل فيكم أن تعلموا حقوق ربكم، وأن تعلموا حق الربوبية وحق الألوهية وحق الأسماء والصفات، وأن تعرفوا سنة رسولكم صلى الله عليه وسلم، وأن تفهموا أنه لا خير ولا صلاح إلا أن نفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق أصحابه صلى الله عليه وسلم الذين عايشوه وعاصروه ونزل القرآن وهم وافرون بين ظهراني أو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أقول أنتم، بل أقول جميع الناس في بيوتهم يفهموا دينهم عندئذ، كما قال ربنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قاله الله، إن هو إلا وحي يوحى. سلط الله ليس أمريكا، ليس اليهود، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم. ما الذي سلطه؟ الله. من الذي يرفعه؟ الله. سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تعودوا أو ترجعوا إليه. الرجعة إلى الله، التوبة إلى الله، الإنابة إلى الله، الالتزام بالكتاب والسنة على منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها هنا تكون النجاة. وفي غير ومن دون ذلك وبغير ذلك فاعلموا أن الحال سيزداد سوءا يوما بعد يوم، حتى تصبح هذه الأمة كالعبيد تحت أقدام الأسياد لا يرفع رأسه. هذا الذي ترونه اليوم لا شيء، نحن لازلنا في خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه أو أشر منه. نحن الحمد لله لا نزال بخير، فاحرصوا على الالتزام بالكتاب والسنة ومنهج أصحاب رسول الله قبل أن يتحقق فينا وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حاصل. تتداعى عليكم الأمم كتداعي الأكلة إلى فصعتها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا رحمة واسعة. اللهم ارحمنا واغفر لنا وتب علينا. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم وحد صفهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم قوي عزائمهم، اللهم أصلح حالهم، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم أصلح ذات بينهم. اللهم من أراد بنا وبالإسلام خيرا فألهمه رشده ووفقه إلى كل خير، ومن أراد بنا وبالإسلام شرا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. وصلوا وسلموا وباركوا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مرهقا. الله أكبر الله أكبر.